وذكر حجاج الأندلس خبر وفاة الملك الأندلسي المأمون يحيى بن إسماعيل بن ذي النون. من ملوك الطوائف بالأندلس كان صاحب طليطلة وليها بعد وفاة أبيه. نشأ خلاف بينه وبين سليمان بن محمد بن هود صاحب سرقسطة على مدينة وادي الحجارة، فأرسل ابن هود جيشا احتلها، فغضب ابن ذي النون وجرت بينهما حروب، فاستعان كلاهما بالإسبان، فأرسل الإسبان جيشا أغار على سرقسطة فخربها، وأغار الجيش الإسباني الآخر على ثغر طليطلة فأفنى حماتها وعاث في البلاد. واستمرت الحرب إلى أن مات ابن هود. قاتل جنون جاره ابن الأفطس صاحب بطليوس، وحالف المعتضد ابن عباد صاحب إشبيلية على احتلال قرطبة وهاجمها، فاستغاث أهلها بالمعتضد فنقض الحلف وأبعد ذا النون عنها واحتلها. في سنة 458 للهجرة استولى ذو النون على بلنسيا وقضى على دولة آل عامر، وستب له شرق الأندلس وازداد أمره قوة بعد موت المعتضد ابن عباد، لكنه توفي بعد فترة وجيزة بمدينة طليطلة